أهلا بكم في اختر كارت. موضوع النهاردة القادم لكم في طريقكم للحب والزواج، حيكون الاختيار حسب طاقة أول حرف من اسمكم. مجموعة أولى: ح خ ي واو غين راء ذال باء تاء ثاء قاف ضاد ط شين، أو اختيار السفينة الزرقاء تي. المجموعة الثانية: ف نون زين كاف ألف عين صاد هاء لام سين جيم دال ضاد ميم، أو اختيار الطبل البلدي ده. تمام؟ اختاروا عشان نبدأ على بركة الله. سواء بحسب طاقة أول حرف من اسمكم أو السفينة الزرقاء أو الطبل البلدي. تمام؟ تمام. نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى اللي اختاروا السفينة الزرقاء أو أول حرف من اسمهم من الأحرف دي. أول حاجة حنشوفها طاقة الرجال وطاقة الستات بيتفرجوا على هذا الفيديو. تمام؟ تمام. حنشوف الصورة التي تمثلكم والصورة اللي قبليها واللي بعديها، أو الكارت اللي بعديه واللي قبليه، ونشوف طاقتكم الحالية عاملة ازاي. صورة الستات اهي اللي بيشاهدوا هذا الفيديو. دايما الرجالة مستخبيين. مستخبيين ليه؟ مستخبيين ليه؟ عاوز افهم. قاعدين تتجوسسوا اهي. يلا، طاقة الرجال اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو موجودة هنا، وطاقة الستات بيتفرجوا على هذا الفيديو طاقتكم هنا. نبدأ بالرجال بما انهم مستخبيين دايما. الكروت واضحة قدامكم. تمام؟ تمام. طاقة الرجالة انتم مستعدين، عندكم استعداد لبناء أسرة، للجواز وللاستقرار، لكن لحد دلوقتي ما لقيتوش الإنسانة اللي هتشارككم الأسرة دي، أو معاها عاوزين يعني تتجوزوا، لسه ما لقيتوش. يمكن عفوا عندكم مواصفات معينة، مش عاوزين أو يعني أول واحدة تتجوزوا خلاص. تفكير الرجالة مش زي تفكير الستات، لأ، أنتم عاوزين تلقوا الست النادرة اللي فيها المواصفات النادرة اللي أنتم بتدوروا عليها. ست يعني يكون عندها الشرف انها تشيل اسمكم، انها تبني معاكم بيت وتكون اسره وتكون حسن التربيه لعيالكم وكل حاجه. في ميزات معينه انتم بتدوروا عليها. يمكن انت متطلق او ارمل، او عمرك ما اتجوزت سنجل، لكن عملت علاقات او خطبت وفركشت الخطوبه لانك ما لقيتش فيهم اللي انت بتدور عليه. فانت دلوقتي وخاصة المتطلقين بتدوروا على ست فيها مواصفات معينة، مش الا جسدية، لكن انتم مركزين اكتر في الجوهر. مش عاوزين تغلطوا يعني وتكونوا مع ست زي اللي كنتم معاها او الطريقة بتاعتكم. رقم الحظ عندكم يا رجالة رقم 4، 28 و33، يا اما تاريخ ميلادكم، يا إما رقم في الموبايل، يا إما الرقم، الأرقام دي هتكون بصلة مع الست دي اللي انتم بتدوروا عليها إن شاء الله. نيجي لطاقة الستات هنا. بقالكم مدة طويلة، وخاصة إذا ما كذبنيش ربنا، البعض منكم هنا بقالكم مدة طويلة وانتم مستنيين الجواز، لكن ما فيش حاجة. يعني غالبا انتم هنا 80% 70% 75% ستات فاتكم قطر الجواز، واصبح الناس يطلقون عليكم كلمة انك عانس. لكن البعض منكم هنا طول المدة دي اللي انتم منتظرين جواز ولسه ما جاش الجواز، عندكم فكرة واحدة انه معمول لكم عمل، عندكم توقيف الحال، توقيف أو تعطيل عن الجواز، ربط عن الجواز، تشويه الجمال، وبتدوروا على حد عشان يفك أو يقطع العمل ده.
مفعول العمل ده، عندكم تركيز كبير جدا، شايفين انه طالما ما فيش تشافي من الحاجة دي اللي انتم شاكين فيها فالجواز مش هيتم. فبحثكم عن معالج او معالجة تعالجكم طال في الزمن، وغالبا تقربتم لمعالجين لكن ما كانش فيه اي نتيجة، وانتم يعني دلوقتي مش عاوزين تجربوا لكن عندكم خوف انكم يحصل لكم زي ما حصل مع المعالجين المزيفين او النصابين اللي وقعتم بين ايديهم. تمام، دي طاقتكم انتم. نيجي دلوقتي للشخص ده اللي جاي في طريقكم للحب والزواج او الانسانة دي. اول حاجة هنشوفها طاقتها او طاقته، هل الشخص ده مستعد للجواز؟ طاقته عاملة ازاي؟ تديث غالبا الشخص ده اللي جاي لكم في طريقكم للزواج طالع من مرحلة ومستعد انه يبدأ مرحلة جديدة. بمعنى الشخص ده يمكن كان في علاقة مش كويسة وتشافى منها وعنده دلوقتي الاستعداد على انه يرتبط تاني. يمكن الشخص ده عفوا طلق ولسه طالع من تشافي من الطلاق ده ودلوقتي مستعد انه يكون اسرة مرة تانية. فالشخص ده مستعد اشد الاستعداد على انه يبدأ بداية جديدة ان شاء الله. طب مواصفاته عامل ازاي؟ الشخص ده او الانسانة دي متوسطة القامة ما بين 1.68 لمتر و80 او 82 83 كحد الاقصى. حنطة البشرة او حنطية البشرة، شعر ما هو طويل ولا قصير، شعر اسود مش اسود كتير. وغالبا الشخص ده يا اما مطلق او ارمل او هو وحيد عيلته او الكبير في العيلة زي ما نشوف هنا. بصوا الست دي اي ست وهنا طفل صغير. الجانب العملي بيشتغل ايه الشخص ده؟ الشخص ده شغله يا اما جانب القانون، محامي، محضر قضائي، كاتب في المحكمة، سكرتيرة في المحكمة، أو جانب طبي، دكتور نفساني، دكتورة أو دكتور توليد وأمراض نساء، صيدلاني، أو تشتغل في محل مخبر تحاليل أو أشعة، حاجة زي كده. وغالبا الشخص ده إنسان روحاني، إنسان عنده قبول، إنسان لما تقعدوا معاه، شخص لما تقعدوا معاه هتحسوا معاه براحة غريبة جدا، تحسوا بطاقة جميلة جدا. طب الجانب المادي، هل الجانب المادي مستقر عند الشخص ده؟ الشخص ده حاليا بيمر مرحلة تصفية أمور عقارية، وغالبا الشخص ده عنده فلوس بس الفلوس لسه ما وصلتوش. بمعنى في نزاعات وخلافات فيما يخص ورث أو مشكلة قضائية بتخص فلوس، وهينجح إن شاء الله وتجيله الفلوس دي. عنده فلوس كتير الشخص ده أو الإنسانة دي برزقه، يعني عنده يا إما قطعة أرض أو شقة أو فيلا أو محل، لكن عنده فلوس، الفلوس دي جاية له إن شاء الله مش مطولة، قبل ما تتجوزوا هتجيله الفلوس دي. طب هل الشخص ده تعرفوه أو هيعرفوكم بيه؟ وإذا هيعرفوكم بيه
مين اللي حيعرفكم بيه وفين كمان حتتعرفوا بيه. الشخص ده ما بتعرفوهوش، هتتعرفوا بيه في مكان تجاري، مكان تجاري بمعنى يا إما في محل يا إما في سوبر ماركت يا إما في مول أو في مكان في فلوس، بنك، في البريد، حاجة زي كده، في تعاملات بالفلوس، أو هتشتروا من عنده حاجة، يا إما الشخص ده بيشتغل على النت، شغله من على النت، أو معظم شغله يجيله الزباين منه من على النت. فأنتم هتتعاملوا مع الشخص ده أو الإنسانة دي، وهيكون في بعض النزاعات ما بينكم في الأول بما يخص التجارة دي اللي هتتعاملوا بيها، يا إما أنتوا هتشتروا من عنده يا إما هو هيشتري من عندكم، هيكون في نزاع كده بس ما بينكم صغير، هيخلق من النزاع ده محبة وقبول للدخول في العلاقة دي. تمام. طب ايه الحاجة اللي بتميز شخصية الانسان ده؟ بصوا، الانسان ده إنسان عادل، ما بيحبش اللي بيدي ويجيب في الكلام، ما بيحبش يسمع رأي حد يمشي على رأيه هو، ما بيحبش حد يزن عليه زي ما نشوف السحلية دي جاية جنب الملك ده. وإنسان عادل وغالبا طاقته نارية، في طاقة عنده نارية وطاقة هوائية، يا إما برج ناري برج الأسد، يا إما برج هوائي برج الدلو برج الميزان. لكن الإنسان ده لما تتعاملوا معاه حيظهر لكم إنه إنسان عدواني، لكن هو مش عدواني، هو حقاني. لكن لما تقعدوا معاه هتلقوا فيه كل الصفات الجميلة. هل ستكلل العلاقة دي بالجواز والاستقرار؟ أيوة، The Queen of Pentacle، هيكون في ازدهار ورزق جميل في العلاقة دي. الإنسان ده هو رزق جايبه لكم ربنا في طريقكم، يعوضكم اللي فاتكم. زي ما نشوف الملكة دي حزينة لكن ربنا جزاها على صبرها. الإنسان ده حينسيكم كل الأحزان والجراح اللي مريتوا بيها سابقا إن شاء الله. بعد إذنكم ما تكتبوليش إمتى في التعليقات، لأني أنا بعمل توقعات ما بعملش تنبؤات، إمتى دي في إيد ربنا سبحانه وتعالى. تمام. طب تعالوا نشوف دلوقتي أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي: 100%، 80%، 60%، و50%. 100% برج الجدي، برج الجدي، برج السرطان، وبرج الجوزاء. 80% برج الثور، برج الدلو، وبرج العذراء. 60% برج الحمل، برج الأسد، وبرج العقرب. 50% برج القوس، برج الميزان، وبرج الحوت. إلى هنا انتهينا مع أصحاب القراءة الأولى. نمر دلوقتي مع أصحاب القراءة الثانية اللي اختاروا الطبل البلدي، أو اللي اختاروا أول حرف من اسمهم من الأحرف دي. أول حاجة هنعملها زي ما عملنا مع أصحاب القراءة الأولى، نشوف طاقتكم، سواء كنت رجل بتتفرج على هذا الفيديو أو ست بتتفرج على هذا الفيديو، لأن في رجالة كمان بيتفرجوا معنا، فحنشوف على الأقل طاقتهم لوحدها وطاقتكم أنتم لوحدها.
يلا ندور على صورتكم، الصورة اللي قبليها والصورة اللي بعديها. سبحان الله، نفس طاقة المجموعة الأولى. استنى عشان من اهو كده، عشان ما تجيش نفس الطاقة، لأنه يمكن أصحاب المجموعة الأولى كملوا معانا القراءة التانية. يلا شوف الطاقة، طاقة الرجالة أهي وطاقة الستات. انتوا فين؟ طاقة الستات أهي. أصحاب المجموعة الثانية الطاقة انعكست، طاقة الرجالة اللي بيشاهدوا هذا الفيديو هنا وطاقة الستات هنا. غالبا الرجالة اللي بيشاهدوا هذا الفيديو بتعانوا من وقف الحال، وعندكم شكوك انه اتعمل لكم سحر لوقف الحال ده، وشاكين في ناس كتيرة مش عاوزين تظلموا حد، لكن لحد دلوقتي ما تحددش في فكركم مين اللي عمل لكم توقيف الحال ده. وغالبا البعض منكم هنا اهي الاسحال اللي اتعملت لكم اللي انتم شاكين فيها، وكمان انتم بتفكروا على انكم تعالجوا نفسكم من الاسحار دي، عفوا، او تعالجوا نفسكم من وقف الحال اللي انتم فيه دلوقتي. لما نيجي لطاقه الستات هنا اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو، عندكم رغبه شديده جدا على انكم، في 20 لغايه 30% منكم اللي بيشاهدوا هذا الفيديو عندكم امنيه ان الكراش بتاعكم يتقدم للجواز معاكم، لأن البعض منكم هنا 30 إلى 20% عندكم مكرشين على حد، يعني معجبين بحد وعاوزين تتجوزوا معاه، وأمنيتكم اللي في قلبكم والأمنيتكم الكبيرة إنه الإنسان ده يكون من نصيبكم. لأنه هنا في يعني كتير من الستات اللي بيشاهدوا هذا الفيديو طاقة حب كبيرة ورغبة كبيرة على إنكم تتجوزوا مع شخص معين. غالبا معظمكم هنا مرتبطين او مستنيين خطيب يرجع، زوج يرجع، طليق يرجع لكم، او الاكس بتاعكم يرجع لكم وتتجوزوا. في حرقه بتخص امنيه غاليه على قلبكم انها تتحقق، في خصوص جواز مع رجل معين هو في فكركم دلوقتي. تمام. شوف دلوقتي، وغالبا البعض منكم الستات كمان اللي هي متطلقة أو أرملة وعندكم عيال عفوا رافضين إنكم تتجوزوا مع أي حد، لأن غالبا اللي تقدموا لكم من قبل كانوا بيرفضوا إنه يعني تيجوا يعني تتجوزوا معاهم ويقعدوا معاكم عيالكم، فكنتم دايما تشترطوا عيالكم معاكم، وده كان وده خوف كبير عندكم دلوقتي إنه مفيش حد هيقبلكم بعيالكم، ولا أنتم قادرين يعني تستغنوا على عيالكم، ولا قادرين تقعدوا من غير جواز. القراءة دي للعزاب، للمطلقين وللأرامل. نيجي نشوف دلوقتي طاقة الشخص ده، نغير الكروت. طاقة الشخص ده دقيقة بس، كل الكروت موجودة. يلا طاقته عاملة ازاي؟ طاقته تقول، عفوا الحمد لله اعتذر، طاقته بتقول ان هو دلوقتي في حيرة، بيفكر في المستقبل بتاعه اكتر من اللي كان بيفكر فيه سابقا، قاعد مع نفسه وبيفكر، يعني بيعمل نوع من الحوصلة أو إسفوكاليز، يعني مركز كتير على إيه هدفه في الحياة دي، هو عايش ليه، بيشتغل، عنده فلوس، عنده بيت، إيه اللي ناقصه، فهو بيفكر كتير ويطرح على نفسه أسئلة كتيرة جدا دلوقتي،
وهل هو مستعد حقيقة للجواز؟ ده اللي بيفكر فيه دلوقتي. طب مواصفاته؟ قلت لكم هو غير مستقر. الشخص ده غالبا خاصة طاقة الرجالة موجودة هنا. الست دي اللي انت بتفكر فيها وعاوز تتجوز معاها ست بتغير من مظهرها، والستات كمان اللي موجودين معانا في الفيديو، الراجل ده اللي هيجي في طريقك للحب والجواز انسان بيغير من مظهره كتير. هتقولي لي ازاي الرجالة بيتفرجوا على هذا الفيديو؟ الست اللي انت مستنيها مثلا تغير لون شعرها كتير، طريقة لبسها بتتغير كتير، حجاب، بنطلون، جيب او فستان، يعني دايما يعني تلبس الوان كتيرة وتغير الستايل بتاعها كتير. الستات اللي في الفيديو ده، الراجل ده بيغير الستايل بتاعه كتير، مرة يلبس رياضي، مرة يلبس كلاسيك، يعني بس لبسهم حلو، مظهرهم حلو جدا، مظهرهم حلو، غالبا متوسطين في الطول، لكن لون بشرته من الأبيض مائل إلى الحنطي، أبيض مائل إلى الحنطي، العينين عسلية، عينيهم عسلية، شعرهم زي اللون، أوصف لكم اللون، مش بني ومش أسود، أسود عسلي زي كده يعني. تمام. طب شغله بيشتغل إيه؟ الشخص ده اللي جاي في طريقكم للحب والجواز غالبا عنده مشتلة، يعني بيبيع الورود، بيبيع الحاجات الخاصة بالنبات، يا إما أعشاب طبية أو علاجات، طب يعني علاج أعشاب طبية للعلاج بالأعشاب. البعض منكم الشخص ده كمان يا إما مهندس ديكور، يا إما بيبيع أثاث منزل أو بيشتغل في العقارات. تمام. حالته المادية، هل الحالة المادية بتاعته حالة كويسة؟ بصوا الشخص ده عمره ولا يظهر لأي حد الحالة المادية بتاعته، فهو أول ما هيدخل في علاقة معاكم هيظهر لكم بشخصية إنسان بخيل، إنسان ما عندوش حاجة، عشان يجربكم هل أنتم عاوزينه هو بحد ذاته أو طمعانين في فلوسه. عشان كده إحنا شفنا في الطاقة بتاعته هو بيفكر كتير، أسئلة كتيرة بتدور في عقله عشان ما يضحكش عليه. فمن الناحية المادية هو عنده فلوس مش ما عندوش، لكن سيظهر لكم عكس اللي هو الحالة بتاعته المادية، فخدوا بالكم عشان ما تقعوش في الفخ ده. طب الشخص ده بتعرفوه ناوي على الجواز؟ في معرفته معاكم عرفكم بيه حد؟ البعض منكم الشخص ده حد من العيلة هيعرفكم بيه، أو حد من المقربين ليكم هيعرفكم بيه، أو الإنسان ده يعني حد من الأقارب بتاعكم. طب إيه الحاجة اللي تميز في شخصيته؟ تميز شخصيته؟ فاميلي روم. الشخص ده سيتان كازاني، بمعنى الشخص ده ما بيحبش الخروجات كتير، بيحب الجو الأسري، يقعد في البيت، من الشغل للبيت، من البيت للشغل، ما عندوش الفكرة دي انه تطلعوا تتفسحوا او يروح يقعد على الكافيه او يطلع يقعد في مطعم او يطلع يقعد مع اصحابه، لا، لما يطلع من الشغل يجي للبيت، ما يطلعش من البيت، بيحب قعدة البيت في وسط العيلة، بيحب الهدوء، بيحب الحنية، بيحب الاحتواء، بيحب انه اسرته واللي منه يكونوا حواليه دايما، لانه هو انسان عقلاني اكتر ما هو انسان مادي. طب هل نيته
يعني أو هل العلاقة دي من الحب ستتطور للزواج؟ قلت لكم الشخص ده اتأذى من علاقة سابقة وخايف يكون مندفع في الجواز، فحياخد وقته لأنه حيكون خايف، حياخد وقته في التفكير لأنه حيكون خايف من إن يكون إنه يندفع في الارتباط بسرعة على إن الجوازة دي تكون فاشلة، فحياخد وقته على بال ما يعني ياخد قرار الجواز. الشخص ده تعب كتير في حياته، علاقة سامة كان فيها وشقى كتير عشان ما يجمع الفلوس اللي عنده، فعشان كده هو حيفكر كتير وحيتعامل معاكم بالحيل عشان يشوف هل انتم طمعانين. بصوا العيل الصغير بيسرق الساعة بتاعت الراجل ده، هل انتم طمعانين فيه او لا؟ وقتها لما يعني يجربكم هياخد القرار بالجواز إن شاء الله. قلت لكم الشخص ده هيجربكم، مش هياخد القرار مباشرة، يعني هيتعرف بيكم، هياخد وقت مثلا سنة 8 أشهر 10 أشهر كحد أقصى على بال ما يعني يتقدم لكم للجواز، لأنه تأذى كتير والإنسان ده عملي أكتر ما هو حاجة تانية. هو بيحب هيحبكم بقلبه بمشاعره، لكن مشاعره هو بيتحكم بيها بعقله، لأن الإنسان ده مفكر مش إنسان مندفع في حياته، إنسان مفكر غير مندفع في حياته، فدايما يبدي أبعاد لأي حاجة بتحصل، أو زي ما نقول إحنا بيدي لكل فعل حسابات، بيحسب مثلا لو قلت له مثلا لا انا تعبانه، او رن عليكي مره اتنين ما ردتيش عليه، يقعد يفكر طب دي ما ردتش عليا ليه، قلت لها انا حاجه زعلتها، هي زعلانه مني، طب هي مشغوله في حاجه، يعني دايما في التفكير في أي فعل كده بيفكر كتير، فعشان كده هياخد وقت شوية على بال ما يرسم علاقته معكم إن شاء الله. تعالوا نشوف دلوقتي أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي، 100%، 80%، 60%، 50%. 100% برج الثور، برج الجوزاء، وبرج الجدي. 80% برج الأسد، برج السرطان، وبرج الحمل. 60% برج العقرب، برج العذراء، وبرج القوس. أما الأبراج المتبقية ميزان، حوت، ودلو، 50%. ما تنسوش يا جماعة الخير لايك للحلقة وتعليق جميل زيكم، واقترحوا لنا المواضيع اللي انتم عاوزين عليها فيديوهات، وما تنسوش يوم الأربع عندنا لايف مباشر للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم، وسائر الأيام لايفات كتيرة كمان نجاوب عليها على الأسئلة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى، مع السلامة.